تتمة. فرغنا من مسألة القراءة، ثم تتمة هي في مسائل الشركة. نعم، مسائل الشركة، شركة أو شركة كلاهما، معناه لغة الاختلاط. شركة أو شركة معناه الاختلاط. ما معناه شرعا؟ ثبوت الحق ولو قهرا. ولو قهرا شائعا في شيء، لأكثر من واحد أو عقد يقتضي ذلك. الشراء. فإذا معنى الشركة شرعا ثبوت الحق. لمن يثبت الحق؟ لأكثر من واحد في شيء يثبت الحق. كيف يثبت هذا الحق؟ يثبت شائعا، يعني في جميع أجزاء هذا المال، ليس في جانب واحد، بل يكون الحق شائعا. ثم وهذا الشركة كما سيأتي نوعان، أحدهما يكون قهرا يعني بدون عقد، والآخر يكون بعقد يعني عقد الشركة. هذا هكذا يثبت هذه الشركة بطريقة. نعم، تتمة الشركة نوعان، أحدهما فيما ملك اثنان مشتركا بإرث أو شراء، والثاني أربعة أقسام، منها قسم صحيح هكذا، وسائر الأقسام باطلة هكذا يذكر. فإذا من هذا البيان يعلم أن المراد بالشركة في قوله الشركة اللغوية. لماذا؟ هذا الفاسد، الفاسد من العقد لا يسمى يعني بالمصطلح الشرعي، بالمصطلح الشرعي أو المصطلح الشرعي لا يصدق على الفاسد. لذلك هذا الفاسد يعني داخل في الشركة. فإذا ما هذا شركة لغوية. نعم، نوعان، أحدهما فيما ملك اثنان مشتركا بإرث أو شراء. إذا رجل توفي مات له ابنان، فإذا بموته انتقل هذا المال، يعني التركة، إلى ملك من؟ إلى الابنين، أو يعني إلى جميع الورثة. بموته انتقل، لا حاجة إلى عقد ولا إلى شيء آخر، بموته ينتقل. فإذا كيف ينتقل؟ يعني بالشركة. وهذا الرجل يكون له نصف والآخر يكون نصف، فهذا النصف من ماله بأي قدر أو بأي جزء من هذا النصف؟ هذا يتعين بعد القسمة. إلى القسمة يبقى حق النصف والنصف أو الثلث أو الربع، هذا مشاع في جميع أجزاء التركة. فإذا هذا شركة قهرا. لماذا؟ ليس هناك عقد شركة خاص، بل هذا شركة قهرا بإرث أو شراء. أو هما مثلا رجلان اشتريا عبدا، مثلا هذا قيمة العبد 100,000 روبية. فإذا واحدان أخذه هكذا يعني 10,000، والآخر يعني 20,000، ثم رجل ثالث هذا يعني 700,000، لا 70,000، نعم 100,000. فإذا 70,000 هكذا، ثلاثة نفر
اشتروا عبدا، فإذا هذا العبد يكون مشتركا بين هؤلاء الثلاثة، وهذا إذن بطريق القهر. لماذا؟ ليس هناك عقد خاص للاشتراك في هذا المال. هؤلاء الثلاثة اشتروا عبدا بقسط 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 من الثمن، يكون هناك عقد الشراء فقط، ليس هناك عقد الشركة خاصا. وهذا يأتي في القسم الثاني. في القسم الثاني يكون هذا يثبت الاختلاط والشركة بعقد خاص. أما في هاتين صورتين، يعني اثنان يكونان مشتركا في مال بإرث أو شراء، ليس هناك عقد خاص للشركة، بل إما إرث أو شراء يترتب عليه أو يتابعه هذا الاشتراك والاختلاط. والثاني أربعة أقسام، منها قسم صحيح، وهو أن يشترك اثنان في مال لهما ليتجرا فيه. إذن أن يشترك اثنان معناه أن يعقد اثنان يعني عقد شركة، هما يعقدان عقد شركة في مال لهما. فإذن عندهما مال، هذا عند رجل مال، عند الرجل الثاني مال، هكذا مالان متميزان. قبل هذا العقد ليس في هذين المالين شركة لهما، وهذا مال خاص لرجل وهذا مال خاص للرجل الثاني. ثم وهما يخلطان أولا المال، هذا شرط الشركة كما عرف من المطولات، يخلطان ثم بعد ذلك يعقدان ليتجرا فيه. مثلا عند رجل هذا 50,000 روبية روبيل أو دولار، عند آخر 20,000 دولار، وهما يخلطان ثم بعد ذلك يعني يعقدان عقد الشركة ليتجرا فيه. فإذا هذان دولار دولار كان في ملكهما، بعد ذلك عقد عقد شركة، وبهذا العقد اشتركا في هذا المجموع، وقبل هذا العقد ما كان شركة بينهما. أما في الإرث والشراء السابق ليس كذلك. متى ملكا هذا المال؟ ملكا هذا المال بالاشتراك، هذا في سورة الماضي. ليكون ليتجرى فيهنا. وسائر الأقسام باطلة، وهذا فقط يعني صحيح. فإذا ينبغي أن يكون هذا الشركة في ماله. الأقسام الباطلة إما يكون في الكسب أو في البدن، هكذا سيأتي. أما هذا صحيح، يكون في المال، الشركة في المال. لماذا يشتركان؟ لأجل التجارة. وسائر الأقسام باطلة، كأن يشترك اثنان ليكون كسبهما بينهما بتساو أو تفاوت، يعني رجلان يعملان يعني ثم بعد ذلك اتفاق بينهما وعقد شركة بينهما، أن يكون مكسوب هذا عملهما بينهما، مكسوب عملهما بتساو أو تفاوت. ما يكون نصف نصف المكسوب، أو يعني ربع، ثلاثة أرباع، أو ثلث، ثلثان، وهكذا. هذا باطل، هذا يقال له يعني شركة الكسبنا. أو ليكون بينهما ربهما يشتريانه في ذمتهما بمؤجل وحال، أو يعني يشترك اثنان ليكون بينهما ربهما يشتريانه في ذمتهما بمؤجل أو حال. وهنا في ذمتهما بمؤجل أو حال، وهذه ليست قيدا. فإذا هذا باطل، مع أنهما اشتركا في مال ليكون بينهما ربحهما يشتريانه. فإذا كيف يفارق هذا الإمام الله مع إمام الله؟ وهنا في نقل في الشرواني ربح ما يشتريانه إلى آخره، أي لنفسه،
كل يشتري لنفسه لنفسه، ومن ثم لو وكل أحدهما الآخر بأن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد المشتري ذلك صار شريكين في العين المشترى، هكذا ذكر. فإذا هذا كل يشتري لنفسه لنفسه، ثم بعد ذلك يكون الربح بينهما فقط. فإذا وهذا يقال له أن شركة الربح، وهذا صورة مخالفة لما مضى. كيف هناك المال بينهما؟ أن يشترك اثنان في مال لهما ليتجرا فيه نعم. عندهما مال، ثم بعد ذلك خلطا فعقد شركة ليتجرا فيه. هذه صورة وهذه صورة أخرى، يعني يشتريان يشتريان لأنفسهما لأنفسهما، ثم ينظر كم الربح، الربح فقط بينهما، فهذا أيضا فاسد. ثم الثالث ما هو؟ أو ليكون بينهما كسبهما ببدنهما أو مالهما، وهذا الكسب ليس بمعنى الكسب السابق، هناك معنى الكسب يعني المقصود، وهذا نفس الكسب. فإذا يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما أو مالهما، نعم، من غير خلط، نعم، كسبهما ببدنهما، فإذا هذا يكسب وذاك يكسب، يقال لهذا شركة الأبدان. ثم أو الكسب بالمال، فإذا الكسب بالمال كيف يتفاوت هذا مع ما مضى؟ هناك مع الخلط وهنا بدون الخلط، نعم، كما ذكر في التحفة. وعليهما ما يعرض من غرم، ثم هذا بقية هذه الصورة الثالثة، نعم، وعليهما ما يعرض للبدن أو المال من غرم، هذا يكون عليهما، نعم، وهذا باطل. ثم وشردت فيها، في أي شيء؟ في هذه الشركة الصحيحة، شركة صحيحة يقال له شركة عنان، هذا شركة العنان يشترط فيه لفظ يدل على الإذن بالتصرف بالبيع والشراء، نعم، البيع والشراء هو التجارة، نعم، يجب لفظ بدون هذا اللفظ لا يصح. فلو اقتصر على اشتركنا لم يكفي عن الإذن فيه، وهكذا خلط مالهما ثم ذكر اشتركنا في هذا المال، لم يذكر لما اشتركا، وهذا لا يكفي على التجارة، بل يذكران اشتركنا في هذا المال لأن يتجر فيه أو لأن نتجر. ثم بعد هذا العقد الصحيح بشرطه يتسلط، ويتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر، لو تم هكذا عقد اشتراك يكون لكليهما، لواحد منهما هذا الفرض على الأقل شريكان، لو كان أكثر من شريكين يكون لكل واحد، يجوز يعني عدد كثير، هذا 15 شريكون شركاء فلا بس، على التصرف بلا ضرر، فإذا يكون لكل أحد حق التصرف، لكن ينبغي أن يكون بلا ضرر أصلا، لا ضرر أصلا يعني لا يضر تصرفه الآخر أصلا، بأن يكون فيه مصلحة فلا يبيع بثمن مثل، ومن ثم راغب بأزيدا كما ذكرنا في مسألة الوكيل، يوجد هناك راغب بأكثر من ثمن مثل، فهل يزيد بثمن مثل؟ لا يزيد. هل يبيع؟ لا يبيع بثمن مثل، لماذا؟ لأن هذا يضر الآخر، ولا يسافر به، يعني أحدهما لا يسافر بالمال
حيث لم يضطر إليه لنحو قحط وخوف. نعم، لو كان هكذا خوف على المال لا بأس يذهب به، أو يعني وقع هناك قحط عندئذ يجوز هكذا، بدون هذا لا يجوز. ولا يبضعه بغير إذنه. يبضع ما معناه؟ أبلع يبضيع معناه جعل بضاعة. ثم يجعله بضاعة ويعطيه لرجل ثالث يعمل لهما. هذا معنى قوله يبضيعه. أبلع معناه جعل هذا المال بضاعة تجارة ويعطيه إلى رجل لرجل ثالث. لماذا؟ لكي يتجر فيه لهذين الشريكين. هذا لا يجوز بغير إذنه. فإذن لو كان هذا الإبضاع بشريك الآخر بإذن الشريك الآخر يجوز، فإن سافر به ضمنه وصح تصرفه كما ذكرنا في القراب، أو أبضعه بدفعه لمن يعمل لهما فيه ولو تبرعا بلا إذن ضمن أيضا. هذا لا يجوز، لو ارتكب هذا يكون ضامنا. نعم. والربح والخسران بقدر المال. ثم هذا مسألة أخرى. هكذا اثنان خلطا مالهما للتجارة ثم يتجران، فإذا هذا الربح والخسران كيف يكون؟ هذا بنسبة المالين، يعني ممكن يكون أحدهما ماله ثلث المجموع والثلثان لآخر، فإذا هكذا من الربح يعني يكون الثلث لواحد والثلثان لآخر، أو لو كان هناك خسر في التجارة يكون ثلث الخسر لواحد أو خسران وثلثان للخسر لآخر، هكذا يكون. هذا في عقد التجارة هكذا، الشركة هكذا، أما في القراض ليس كذلك. القراض يعني ما يشترط للعامل من جزئية الربح. فإن شرطا خلافه، يعني خلاف هذه النسبة بقدر المالين ذكرنا، فإذا ليس بقدر المالين، يعني الربح والخسر ليس، يعني الربح كل لواحد أو الخسر كل لواحد، أو يعني مع التفاوت بمقدار المال فسد، يعني الاشتراك الشركة عقد الاشتراك الشركة فاسد، فلكل على الآخر أجرة عمله له. نعم، لو عمل يكون له أجرة عمله، ونفذ التصرف منهما مع ذلك للإذن. نعم، مع الفساد يزيد التصرف. ثم وتنفسخ، يعني الشركة تنفسخ بموت أحدهما وجنونه، ويصدق في دعوى الرد إلى شريكه وفي الخسران والتلف، وفي قوله اشتريت لي أو للشركة. نعم، فإذا لو اختلف هذان شريكا أحدهما يدعي أنه رد يعني المال إلى شريكه، يعني رد نصيبه إلى شريكه، أو هو يدعي الخسران في التجارة، أو يدعي يعني تلف المال، في كل هذا يصدق باليمين. نعم، وفي قوله اشتريت لي أو اشتريت للشركة في هذا أيضا يصدق بيمينه، لا في قوله اقتسمنا وصار ما بيدي لي، مع قول الآخر لا، يعني فهذا أحدهما يدعي أنهما اقتسما يعني فعلا القسمة في هذا المال المشترك، يعني أخذ هذا الرجل حله نصيبه والآخر نصيبه، هكذا اقتسام تقسيم هذا المال المشترك، هكذا يدعي أحدهما. ثم ويقول صار ما بيدي لي، الذي يكون عندي الآن من هذا المال المشترك هذا حقي ونصيبي من مال شركتي بعد الاقتسام بعد القسمة، لا يصدق في هذا القول.
مع قول الآخر لا بل هو مشترك، يعني ما عنده مشترك. فالمصدق المنكر، من ينكرون يعني هذا شريك، يعني أحدهما يدعي هذا والآخر ينكر، أيا كان مصدق ومنكر، لأن الأصل عدم القسمة خلاف هذا، أحد يدعي القسمة والآخر يدعي عدم القسمة، الأصل عدم القسمة. ولو قابل وارث حصته من دين، من دين مورثه شاركه الآخر، لو قابل وارث، وارث ميت، حصته من دين مورثه، مثلا هذا ابن وبنت يعني لميت، فإذا يكون للابن ثلثان، للبنت ثلث فقط، هذا للذكر مثل حظ الأنثيين، على هذه القاعدة يكون لهذا يعني ابن ثلثان بنت ثلث هكذا. فإذا هذا ابن ذهب إلى رجل كان عليه دين لهذا الميت، ثم أخذ من هذا الدين كم ثلثان، أخذ من هذا الدين ثلثان، فإذا هذا الثلثان هل يستقل به بملكه هذا الآخذ يعني هذا الابن، أو هل تشترك البنت في هذا المأخوذ، يعني هل يبقى مشاعا إلى القسمة؟ نعم هذا يبقى مشاعا، هذا الذي قال. ولو قبل وارث حصته من دين مورثه شاركه الآخر، يعني لا يستقل بالقبض، بل بعد ذلك يجب التقسيم القسمة. نعم. ولو باع شريكان عبدهما صفقة وقبل أحدهما حصته لم يشاركه الآخر، يعني شريكان باع عبدهما صفقة، هكذا صفقة يعني عقدا واحدا، هذا كان عبد بين رجلين، فإذا هذا عبد مشترك، وهما باع هذا العبد صفقة واحدة، إما بالتوكيل أو بدون التوكيل، ثم بعد ذلك قبل أحدهما حصته، يعني حصته من الثمن، فإذا هكذا لو كان الشركة بالثلث والثلثين، فإذا باع ثم بعد ذلك هذا صاحب الثلث أخذ ثلث الثمن، هل يشترك الآخر ولا يشترك؟ لا يشترك الآخر، فهذا ثلث يكون حله من الثمن. فإذا ما الفرق بين هذا وما مضى؟ فيما مضى ذكرنا يعني هناك يعني يشترك وهنا لا يشترك، الفرق يعني أن هنا عقد خاص، وفيما مضى ليس هناك عقد، لذلك وفائدة. أفتى النووي رحمه الله كابن السلاح في من غلب غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ولم يتميز بأن له إفراز قدر المغصوب ويحل له التصرف في الباقي. الإمام النووي رحمه الله أفتى كالإمام ابن السلاح رحمه الله في من غصب نحو نقد، يعني هو غصب أو سرق نقد رجل آخر أو بر أيا كان، ثم خلطه بماله يعني بنقده أو بره ببره ولم يتميز، بعد ذلك لا يستطيع أن يميز المغصوب من ماله أو ماله من المغصوب، يعني هذا دولارات غصب من آخر ثم خلط هذه الدولارات مع دولاراته، لا يستطيع أن يميز بينهما، هذا كان موصوب وهذا كان لي، هكذا لا يستطيع. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ بأن له فتوى، هذا بأن له يعني لهذا الغاصب في من غصبه، لهذا الرجل يجوز إفراز قدر الموصوب، فإذا لو كان هذا الموصوب يعني مثلا 1000 دولارات، نعم، ثم خلطت مع 10,000 من عنده، صار المجموع يعني
11 ألف دولارات لا يستطيع أن يميز الألف يعني بعينه. فإذا ماذا يفعل؟ هو يميز ألف يعني أيا كان، وبعد ذلك ويحل له التصرف في الباقي يعني في باقي 10 يعني. نعم، هذا معنى الإفراز يعني إظهار هذا. ثم فصل، هذا فصل يعني مسائل الشفاعة. نعم، هذه يعني أبواب مسائلها كثيرة، لكن مصنف المخدوم رحمه الله لخص المسائل وذكر الأركان والشروط الأمور المهمة فقط. نعم، كأنه تلخيص.